لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار ليوم الاثنين 18 من رجب لعام 1437 للهجرة، الموافق 25 من إبريل لعام 2016 للميلاد، نقدمها لكم من موقعي أنا السلفي. التقى الدكتور محمود رشاد والدكتور أحمد العرجاوي عضو مجلس النواب عن حزب النور في محافظة البحيرة أمس الأحد بالدكتور جلال السعيد وزير النقل، وذلك لتقديم عدة طلبات خاصة بالنقل والطرق في الدائرة. شارك الدكتور محمود رشاد بحفل تخرج دفعة جديدة بكلية الزراعة جامعة الأزهر والذي أقيم بقاعة الإمام محمد عبده بفرع الجامعة بالدراسة، وأكد رشاد ضرورة تعاون أبناء مصر جميعا وأن يضعوا أيديهم بأيدي بعضهم من أجل بناء بلدنا مصر، ولا يجب أن نترك البلاد لمن يخربها، محذرا من أن تضيع البلاد من بين أيدينا ونحن نشاهد من بعيد. وأشار نائب النور في كلمته خلال حفل تخريج الدفعة الجديدة إلى ضرورة حصول الفلاحين والمزارعين على حقوقهم كاملة، قائلا: هذا ما ندعمه في البرلمان، ولا بد أن تعود له كرامته ومكانته وحقه مرة أخرى. اقتحمت مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. فتحت قوات الاحتلال الصهيوني أمس الأحد نيران أسلحتها صوب أراضي المزارعين ورعاة الغنم شرق المحافظة الوسطى وشرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. انتقد كبير مفاوضي وفد المعارضة السورية في جنيف محمد علوش تحميل فصائل المعارضة المسلحة المسؤولية عن انهيار الهدنة، واتهم النظام السوري بالسعي لتدمير الهدنة بتعمده تكرار الخروقات، وقال: فلتذهب الهدنة للجحيم إذا كانت غطاء لقصف أهلنا بسوريا يوميا بالصواريخ والبراميل المتفجرة. أعلن المجلس العسكري اليمني بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد مقتل 4 من قوات الجيش والمقاومة وإصابة 13 آخرين في تعز بسبب استمرار الميليشيات في هجماتها على مواقع قوات الجيش وقصفها للمدينة. أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن أكثر من 800 من متشددي تنظيم القاعدة قتلوا في هجوم شنته القوات اليمنية وحلفاؤها العرب في مدينة المكلا الساحلية المعقل الرئيس للتنظيم. استطاعت قوات الجيش والمقاومة مساء أمس في الحملة العسكرية التي بدأتها أمس لطرد عناصر التنظيم من حضر موت دخول مدينة المكلا عاصمة المحافظة، لتنهي سيطرة عناصر تنظيم القاعدة على المدينة التي استمرت لأكثر من عام، وانسحبت عناصر القاعدة إلى خارج المدينة التي لم تشهد أي معارك باستثناء مواجهات مسلحة وقعت بمنطقة العيون القريبة من المدينة. أصدر المجلس الرئاسي الليبي بيانا يطلب فيه المساعدة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة طبقا لقرارات مجلس الأمن للمحافظة على الثروة النفطية وحماية الحقول من السقوط في يد التنظيمات الإرهابية. أعلن مجلس شورى مجاهدي درنا في ليبيا أن لديه أكثر من 600 أسير من تنظيم داعش تم القبض عليهم منذ بدء المواجهات بين الطرفين وسط المدينة والتي اندلعت في منتصف يونيو العام الماضي. قالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في بيانها الصادر اليوم إن على الجميع أن يعي الأسس الثابتة الراسخة لبلاد الحرمين الشريفين التي أثبتها بنات هذه الدولة وقادتها في النظام الأساسي للحكم المتمثلة في تحكيم الشريعة الإسلامية والمحافظة على دين الله في عقائده وشعائره، لا سيما شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي بحول الله لا يمكن أن تقبل المساومة على دينها وأمنها ووطنها وأمتها مهما بلغت الضغوط وتلاطمت الفتن، وإن الواجب على الجميع ديانة الابتعاد عن أسلوب المزايدات والتحريض وتأجيج الناس، ويجب أن يسود صوت الحكمة ولزوم التعقل والتخفيف من غلواء المتشنجين والمحرضين. قال مسؤولون أمنيون في أفغانستان إن اشتباكا وقع بين القوات الأفغانية والباكستانية في منطقة جوشتا في إقليم نانكارهار بشرق البلاد، وقال المسؤولون الأفغان إن الاشتباكات استمرت لساعات عديدة وأسفرت عن مقتل أحد أفراد شرطة حرس الحدود وإصابة 2 آخرين، بينما قالت باكستان إن 2 من جنودها أصيبا في الاشتباكات.
وجهت القوات المسلحة ضربة جوية ضد عناصر تكفيرية أسفرت عن مقتل 30 إرهابيا، وذلك بعد ورود معلومات استخباراتية مؤكدة عن قيام عدد من العناصر التكفيرية بعمليات إرهابية ضد النقاط والارتكازات الأمنية تسعى من خلالها لإفساد فرحة المصريين بأعياد تحرير سيناء. وقامت عناصر من القوات الجوية بتوجيه ضربة مركزة لعدد من مخازن الأسلحة والذخائر الخاصة بتلك العناصر شديدة الخطورة بمناطق جنوب الشيخ زويد وقرية التومة. عثرت أجهزة الأمن في الجيزة اليوم على جثة نجل رجل أعمال مقتول داخل جوال ومدفون بالمقابر بمنطقة أبو عريضة بمركز الصف. وقالت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت قيادة اللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة للمباحث إن المجني عليه يدعى أحمد فيصل أبو عريضة نجل رجل أعمال بمنطقة الصف، وتم اختطافه على يد مجهولين السبت الماضي بمنطقة حلوان. وتابعت أن الخاطفين اتصلوا بوالده وطلبوا فدية مبلغ 15 مليون جنيه. وبعد 48 ساعة عثرت القوات على جثة المجني عليه مقتول ومدفون في منطقة المقابر على بعد أمتار من منزله بالصف. أثناء مرور سيارة شرطة لا يستقلها سوى سائق السيارة، هاجم مجهولون السيارة وأجبروا قائدها على التوقف. وفور توقفه فر هاربا لمنع محاولتهم للتعدي عليه، واستولوا على محتويات السيارة ومن بينها أدرع واقية من الرصاص خاصة بأفراد الشرطة وفروا هاربين. وافق اليوم مجلس الشورى السعودي بالإجماع على مشروع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية. شنت مباحث تموين بالبحيرة حملة لضبط الخارجين عن القانون ومكافحة تجارة السوق السوداء ومصادرة السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين. وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مصنع رنجا كائن بقرية كفر مجاهد بمركز كوم حمادة بدون ترخيص لإدارته المصنع بدون ترخيص، وعثر بحوزته على 510 كيلو أسماك مجمدة ورنجة مدخنة، وصاحب محل لبيع الأسماك المدخنة والمملحة كائن بمدينة بدر لحيازته 275 كيلو رنجة مدخنة. قال سعود مأمون البرير رئيس الاتحاد العام لأصحاب العمل بالسودان إنه تم الاتفاق على زيادة حجم صادرات اللحوم السودانية إلى مصر من خلال تفعيل وزيادة التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين. ينظم قسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الملتقى العلمي الأول لعلماء البلاغة والنقد بجامعة الأزهر بعنوان النهوض بالبحث البلاغي والنقدي في 9:30 صباح غد الثلاثاء بقاعة الفسطاط بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، وذلك بهدف التواصل بين علماء البلاغة والنقد في مصر ومناقشة سبل النهوض بالبحث البلاغي والنقدي من خلال أوراق عمل جادة للمشاركين وفتح قنوات الحوار وتوسيع دائرة وجمهور المشاركة وتقديم الأفكار والمبادرات العملية والخطط والمشروعات التي تنهض بالدرس البلاغي والنقدي للوصول إلى رؤية مشتركة وقاعدة فكرية واحدة في المنطلقات والأهداف. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدا الثلاثاء ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ليسود طقس حار على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلة. تشاهدون اليوم على موقع أنا السلفي باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه من سلسلة الشرح المفهم لمن فرد به البخاري عن مسلم، وقوة الطمع في بلوغ الأمل توجب الاجتهاد في الطلب من سلسلة كتاب الفوائد، والمحاضرة 23 من سلسلة تفسير سورة فصلت فضيلة الشيخ ياسر برهامي. تطبيقات من سلسلة كتاب الفرائض من منار السبيل الشيخ علي حاتم. المسارعة في الخيرات من سلسلة المشاكل والأزمات الوقاية والعلاج الشيخ محمد إبراهيم أبو زيد. من أخلاق النبوة الحلقة الثالثة الشيخ أحمد عبد السلام. تقرؤون اليوم على موقع أنا السلفي سلسلة سمات المنهج الإصلاحي 3 مراعاة السنن كتبه محمد إبراهيم منصور. تشجير فقه الصلاة من منار السبيل 2 شروط الصلاة أعده محمد سرحان. ومن جديد فتاوى فضيلة الشيخ ياسر برهامي هل صفة الاستواء صفة ذاتية أم فعلية؟ حكم ختم القرآن في الصلاة؟ هل نهر النيل من الجنة؟ حكم استئجار الشريك لشريكه بأجرة مثله؟ حكم أخذ قرض ربوي من أحد البنوك لشراء شقة للزواج؟ انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.